يعد جامع محمد علي واحداً من أبرز معالم القاهرة التاريخية الأثرية والسياحية، بمأذنتيه وقبابه الشهيرة المرتفعة أكبر القباب في العمارة الإسلامية بمصر، وموقعه البارز على حافة قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية. بنى محمد علي هذا الجامع كخاتمة لأعماله المعمارية داخل قلعة صلاح الدين، بعد أن جدد أسوارها وشيد أركانها وبنى أبواباً جديدة لها، وليكن مقراً لمدفنه الخاص. البناء من الناحية المعمارية في أغلبه تم في عهد محمد علي، أما من الناحية الفنية والكثير من التحف التطبيقية فتمت في عهد أولاده وأحفاده. يتمتع هذا بوجود مآذن ذات لون فضي رائع يخطف الأنظار، تحيط بساحته الخارجية وتبدو جالية في الداخل بسبب ارتفاعها الذي يصل إلى 270 قدم، هذا إلى جانب روعة بناء ساحة المسجد الداخلية المبلطة بالرخام الأبيض، ويتألف المسجد من تركيبة رخامية حولها مقصورة من النحاس المذهب جمعت بين الزخارف الإسلامية والتركية المتأثرة بالباروق، ونال جامع قسطاً كبيراً من العناية والرعاية من أفراد أسرته. كسيت جدران المسجد من الداخل والخارج بالرخام الألباستر المستقدم من محاجر بني سويف، وكذلك كسيت الأكتاف الأربعة الحاملة للقبة الكبيرة حتى ارتفاع 11 متر، واعتبر المصريون أنه قلعة كونه بني أعلى قلعة صلاح الدين الأيوبي. إسراء سعد، آخر النهار.